للحديث أكثر عن حادثة الاعتداء على الطواقم الطبية وتهديدهم في مستشفى الفلوجة من قبل حماية قائم مقام الفلوجة اليوم، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الفلوجة الصحفي قيس العلواني. سيد قيس، بداية أهلا بك. هناك اعتداء على الطواقم الطبية من قبل حماية قائم مقام الفلوجة، هل من معلومات أكثر حول هذا الحادث؟ نعم، بالتأكيد قائم مقام الفلوجة يحاول دفنة هذه الفضيحة وهذا الانتهاك الجسيم بحق الكوادر الطبية في مستشفى الفلوجة التعليمي العام. ما حصل هو أن الاعتداء حصل أمام أنظار قائم مقام الفلوجة مؤيد الدليمي، وأيضا اشترك به عناصر ينتمون لقوة الروجر التابعة لقوات التدخل السريع، وهي إحدى القوات التابعة لوزارة الداخلية. والحادثة باختصار هو أن والدة منتسبين اثنين من هذه القوة الأمنية الحكومية كانت قد توفت يوم أمس، وعندما طلب الكادر الطبي من ذويها إجراء فحص للمتوفية لأن هنالك شكوك أنها كانت مصابة بفيروس كورونا. وهذا ما أثار غضب هؤلاء، قاموا فورا بتوجيه الشائم، وتطور الأمر إلى الاعتداء بالضرب وتكسير واجهات الزجاج لصالة طوارئ مستشفى الفلوجة. نعم قيس، هناك شهود عيان أكدوا رفع الكاميرات من المستشفى، هل فعلا حدث ذلك وما الغرض منه برأيك؟ نعم، المواقع الاجتماعي على ما يبدو أن صوت الصحفي قيس العلواني من الفلوجة يصلنا متقطعا، سنحاول التواصل معه إن أمكن ذلك.